السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، توحشناكم. كي دايرين؟ كي دايرين الوليدات؟ كلشي مزيان. اليوم خوتي انا جيت غادي ندير معكم البليغات، غادي نديرهم واحد بنجرتي دايره العرس، وبغيت نشاركوا معكم حيت عمر ما درتهم في الفيديوهات نتاوعي. البنات هنا عندنا عندي كيلونس نتاع جلجلان، انتما كتشوفوا جلجلان منقي. هنا عندي كيلونس نتاع الطحين، كيلونس نتاع جلجلان. دابا غادي نشارك هاد كيلونس كيلو ونص، خاص بالنص. الا درتي كيلو ديري كيلو، درتي نص كيلو ديري نص كيلو، درتي رابعه ديري رابعه، يكون نص الطحين نص نتاع جلجلان. غادي نشاركوا هادشي هكا، انتما كتشوفوا. انا دايما كنخدم بيديا، ما نقدرش ندير شي حاجه بلا اليد، نحركوا المغرفه ولا تعوضنا على الخدمه ديال اليد. انتما كتشوفوا هنا نخلطو مزيان مع الطحين، كيجي النص بالنص. هنا عندي البنات، هادي عندي قريصات الملحة، الملحة هادا عندي شوي نتاع الخميرة، نتاع الخميرة كيماوية، خميرة شيميك، غندير غير شوية غير قريصة، مديروش بزاف باش متخمرلك واش تجي مفشفشة. هنا عندي الكوزة، معلقة صغيرة مكنعمرهاش بزاف. هنا عندي الخميرة الخبز، هانتوما كتشوفوها مكملش، هانتوما تشوفو شحال خميرة الخبز، ماشي بزاف غير قريصة، حيت لا قويتو الخميره. هذه القرفه، غادي نشارك هذا الشيء كلشي هكا كما تخلطو حتى هما مع هذا المساجون مع هذا الشيء. عاد غادي نضيفو، غادي نضيفو دابا الزيت. عندي هنا كاس نتاع الزيت، وعندي كاس نتاع الزبده، غادي نحركوهم هكا، نخلطو مزيان. وعاد غنديرو نضيفو ما زهر، ولا خصنا الماء من فوق ما زهر كنزيدو الماء، ما خصناش ما كنزيدوش. هانتوما كتشوفو كيجيو غزالين البنات، سيوهم تشوفو. كنزلنا الزبده والزيت، غادي نزيدو دابا ما زهر. دابا هو القرعه ما زهر، حنا عندنا ما زهر هكا، عندو لي كيما بغا يكون ما زهر. المهم انا عندي هنا 250 غرام، ها 250 غرام، 250 ملي غرام، هانتو مليليتر، انا راني دايخه، 250 مليليتر، هانتو تشوفو. دابا هنا غادي ندير هاد 250، انا سستها كلها. حنا راه عندنا هنا ما زهر مجهد، هي العجينه خاصها تكون قاصحه، ما خاصهاش تكون جاريه بزاف باش يبقى لك دوك البليغات في لافورم نتاعهم، واخا ملي كطبوهم ما كيتعوجوش، تيبقاو شادين راسهم. ما كان دابا كنساجمو هادشي كلشي بحال هكا، تحكيو مزيان باش يتخلط فيهم داكشي. عرق فيهم داكشي، يدخل فيهم بزاف ديك الزبده وداك الزيت وديك المعسيمات اللي درنا فيهم. انا درت غير القرفه ودرت الكوزه، هما راه كيجيو زوينين الكوزه، وحده نسب باش ما بغا اللي بغى يدير فاني يقدر يديرو. انا كندير هادو هما. دابا هنا عندي الماء، ودرت فيها البنات شويه د الملون، ماشي بزاف غير شويه، باش هو راه كيساعدنا د الملون، تيساعدنا على القليان. البنات ما غاديش نقول لكم المقادير نتاع الماء، غديروا على حساب العجينه، العجينه خاصها تبقى قاصحه شويه. انا غادي نبقى نرون في شويه بشويه، نحط هنا باش ما نزيدش، ما نديرش بزاف د هذا، تبقى العجينه دايره. دابا درت هذا، غنجيب شويه الماء نزيدو حيت غادي يخصني الماء. غادي يكون ثمن البنات، غادي يكون ثمن واحد كاس ونص نتاع الماء، كاس ونص نتاع الماء نتاع اتاي، ماشي كاس ونص نتاع الماء كبير، كيلو ونص نتاع الطحين.
ودابا غادي نجمعوا العجينه نتاعنا وغادي ندلكوه. غادي ندلكوها مزيان، خاصها تكون قاصحه، ما خاصهاش نخليوها تستريح شويه. يلا وتابعوا معنا البنات. البنات هانتوما كتشوفوا العجينه تاعنا عجناها، انا كبرتهم بحال هكا وكنديرهم في الميكات نتاع اللحم، وغادي نحطوهم هنا، غادي نخليوه يستراحوا واحد 5 دقائق صافي، وغنبدا في العمليه. غادي نبدا نسرح، هانتوما تابعوا معنا البنات بحال هكا. وغادي يخرج كيلو ونص، تبارك الله راه كيخرج بزاف بزاف. درو غير ربعه ولا درو شي حاجه، حيت العرس داكشي باش درت بزاف، عاد العرس وراه غادي يجي بزاف. تابعوا معنا البنات، هانتوما كتشوفوا يا خوتي خواتاتي، هانتوما كتشوفوا حنا كنسرحوا العجينه تاعنا، خليناها تسرحت واحد 5 دقائق. غادي نسرحها، انا ما كندير لا ميكا لا كاغيط لا والو، هي العجينه ملي كتكون قاصحه راه ما كتلصق لك ما حتى شي حاجه والو. هي العجينه خاصها تكون رقيقه، خاص دلكاتها تولي رقيقه باش ما تجيش مدقصه، باش ما تبقاش معجنه من الداخل ملي نطيبوه. هانتوما ان شاء الله ربي يسخر لديك البنت ويجعل سعدها ان شاء الله احسن منها. نجيب لها الديسير، هانتوما كتشوفوا انا البنات سييت بهذا، سييت بهذا باش نقطع به، ما كيشد بزاف ديال المقطعه تتبقاي باش تقطعي، ما كتبغيش تقطع عاد تجبدي بيدك هكا تحيدي هادو. مي حسن انا درت الجراره، حسن الجراره كتسربي هذا الشيء، هاد الحاشيات وداك الشيء غادي نجمعهم ونولي نديرو في الميكا يرطابو. هانتوما كتشوفوا بحال هكا، نتوما كديروا على اللي بغى يدير بالمسطره يدير، انا ما كندير لا مسطره لا والو، انا كنقطعو هذا وصافي. عينك ميزانك، اللي بغى يدير مسطره هكا باش يشوف زعما الجهد باش يجيو متساويين يقدر، انا ما عنديش الوقت، انا كنقطع هكا وصافي. هاد الجناب هادو غادي نجمعهم، غادي نديرو في ميكا، عندي ميكا هنا كنولي نردهم هنايا باش يطابو هكا. الزيت نتاعي هو درتو كيسخن، داكشي اللي عدلت غادي نقليه على عافيه تكون مهيله بزاف. القليه راه هو اللي كيلعب دور البنات، القليه راه هو اللي كيلعب دور اي كاطو في تاع القلي، خاص دائما العافيه تكون مهيله بزاف باش الكاطو نتاعنا كيطيب على خاطرو ما تبقاش معجن من الداخل. البنات هانتوما كتشوفوا، هانتوما دابا ما تتلصق ما والو حيت العجينه قاصحه، كتاخدي صبعك هنا وديري على هذه هنا وتبركي عليه مزيان هكا، وكنحط في البلاطو نتاعي هانتوما كتشوف هكا، دير عليها هادي هانتوما. دوما البليغات نتاوعنا راه ساهلين، كتشوفو كتقولو معاك كي دارو لهم هما، راه ساهلين هانتوما كتشوفو رقاقين، والعجينة تكون قاصحة باش تيجيو مقرمشين هانتوما هكايا صافي. وكتحطي في واحد البلاطو تا تيسخن الزيت وتلوحي في تلوحي يطيب، وتكون العافية مهيلة، يكون الزيت ماشي سخون بزاف باش غتلوحيه وتشوط. وتابعوا معنا البنات، هانتوما عرفتوا الطريقه. البنات هانتوما كتشوفوا هما البليغات نتاعنا، قطعناهم دابا كنلوحو هنا في الزيت، هانتوما كي كتشوفوا كتشدي وتلوحي شحال ما لحتي، حيت انا درت طاوه كبيره، حيت درت بزاف باش كيسر بينا في القليان والعافيه تكون مهيله بزاف بزاف. كي قلت لكم قبيله العافيه خاصها تكون مهيله، هانتوما كتشوف انا كنشد ونزاوط من بعد صافي، راه كتقلى خاصها تكون على عافيه مهيله، غادي تقلى كلشي ان شاء الله. هانتوما كتشوف البنات هكا، كي كتشوفوا البنات هنا على العافيه تكون مهيله، راني ناقصالها على الحد. هنا عندي العسل نتاعي اللي كنت وجدت، ها هو بالزعتر وهذا اللي كنت وجدت، راه قلتها لكم واحد النهار، هذا هو العسل نتاعي راه موجده شحال هذه،
ماشي عاد دابا ها هو هنا فين طابت البليغات انتما كتشوفوا كي كيجيو. شوف تبارك الله هذا غير حامض معسل درته في العسل انتما كتشوفوا كي كيجيو كيجيو مقرمشين ورطبين ماشي تقول قاصحين ولا كيجيو غزالين انتما البنات كيجيو كيجيو غزالين ايوا بالصحه والراحه. وتابعوا معنا في التالي ونوريكم الطبسين تاعنا كيجا خوتي خواتاتي هانتوما كتشوفوا هما البليغات نتاعنا طابون كيجيو غزالين مقرمشين مهرمشين هانتوما كتشوفوا رطبين ماشي قاصحين ولا هانتوما كتشوفوا غزالين كيجيو من داك الشيء سيسي هما البنات راه كيجيو غزالين تبارك الله. ما تخرج لي الطبسيل كبير خرجت قصعه كبيره دوك القصعات الكبار اللي كيخرج لي كيلو ونص نتاع كيلو ونص جلجلان وكيلو ونص تاع داك 3 كيلو زعما راه كيقدوك 3 كيلو غتقدك الا درتي شي فرح ولا شي حاجه راه كتقدك كتقدك لديك حتى 400 واحد حيت راه تراجج تباصل بحال هكا اللي خرجوا انتما كتشوفوا. وهذا الشيء البنات انتما ما تنساوش تدعمونا باللايك نتاعكم وتابوناو اللي ما مابونيش عندنا وشكرا لكم وان شاء الله عقبه كل عند البنيات كلهم يتزوجوا ويفرحوا بهم وشكرا لكم باي باي سلامة وبيزو عليكم.